مخليها بالها منك زيادة عن اللزوم، شهادتها يعني. شيء طبيعي يا معلم، ما هي عارفة إن أنا داخل عملية وفي فلوس جاية وكده، فبتحوط عليا عشان تقلبني. دي بنت لذينة صايعة مرقدالي. يا سلام، مش فارقة معاك على إيه أنا الكلام ده يا نوران؟ من شابه أباه فما ظلم يا عامر بيه. يا ريتك، يا ريتك ما شابه أباكي. أنت ناوي تجيبي موزة معاك ولا إيه؟ حقها يا سيد، حقها. أنت عارفني أنا أكتر حاجة أكرهها الخيانة، إلا الخيانة يا صاحبي. إيه ده؟ إيه؟ فيكي حاجة غريبة معاك. زي إيه يعني؟ محلوية شوية. ربنا يخليكوا لبعض. موضوع خاص بست والدتك نجوان هانم. أمي؟ مالها ماما عملت إيه؟ في موضوع هي فاهمه غلط وانا مش عارفه اشرحه لها ازاي، كل لما اجي اشرحه لها يحصل حاجه. لا لا خليكي. خليني خليكي. اخليني خليكي. هي بقى اقول لك طبعا. انت رايقه وعايزه تهزري يعني؟ وما رقش ليه؟ ولا عايزني افضل مبوزه كده زيك؟ لا مراه مالها. عارف فتحي واكرم ممكن يعملوا فيا ايه بعد اللي حصل لو وقعت في ايديهم؟ يبقوا بيدوروا علينا. وبعدين طول ما انت معايا ما تشيليش هم حاجه ابدا. تعرف يا ست اللواء انا معجبه قوي بساره، تربيه وادب واخلاق، تحس كده انها متربيه تربيه راقيه. ساره بنت هايله واهلها كمان ناس طيبين جدا. يعني معنى كده ان حضرتك بقى تعرف باباها كويس؟ ايه اللي اعرفه؟ ده راجل عظيم انا بقدره وبحترمه جدا، خدمنا مع بعض فتره طويله، تقدري تقولي كده انه عشره عمري. الحقيقه انا قلت لساره تعزم سياده اللواء بس ما اعرفش ما جاش ليه، اكيد عنده مشغوليات كتير قوي في الوزاره. ستك تقصدي انهي لواء؟ حضرتك لسه قايل دلوقتي انك تعرفه، اللواء والد ساره. هو حضرتك بتتكلمي على ساره اللي معانا هنا ولا في ساره تانيه؟ معقول يا سياده اللواء؟ انا قصدي طبعا على والد ساره، ساره اللي واقفه مع شريف هناك دي، ساره بنت اللواء رضوان. بص يا فندم، انا اعرف ساره كويس واعرف والدها راجل طيب، بس عمري ما تعاملت مع رضوان على انه صول. ايه صول؟ ساره بقى سياده اللواء والدك في الاخر يطلع ايه؟ حتة سول؟ سول؟ انا عايز افهم بقى سيادة السول ايه المشغوليات المهمة قوي عنده اللي ما خلتوش يشرفنا الليلة؟ ايه؟ واقف يعد المخلة للعساكر؟ بس يا ماما ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ما ينفعش. انت بتقولي انا؟ اسأل مموزيل المحترمة اللي طول الوقت بتكذب عليا وفهماني ان ابوها لواء. انا عمري ما قلت ان والدي لواء، دي كذبة حضرتك صدقتيها. انا ماليش ذنب، دي مشكلة حضرتك مش مشكلتي. اما بقى بالنسبة لوالدي هو سول وعلى المعاش وراجل على قده، بس راجل شريف ومحترم ومربيني احسن تربيه. والعلم حضرتك انا فخوره جدا ان انا بنته. انا اللي عايزه افهمه انت ايه اللي جابك في وسطينا؟ جايه ليه تتلزقي في العائلات الكبيره؟ ثم انت يا بنت، انت تجرؤي انك تتهميني انا بالكذب؟ انا لا جايه اتلزق في حد ولا جايه اتهم حد. انا اصلا ما يشرفنيش ان انا اكون موجوده هنا. بعد اذنك يا هانم. ايه يا بنت حلوه؟ يا ساره اسمعيني، انا اسف، امي ما كانتش تقصد ولا كلمه من ولا تقصد. انا ما يهمنيش، حصل خير يا شريف باشا، ودلوقتي اتفضل اقعد جنب الهانم والدتك جوه، انا عارفه سكتي كويس. طب استني انا هوصلك. خلاص يا جماعة، أظن بعد اللي حصل بقى لازم أستأذن أنا. تمام يا فندم. على فين يا فندم؟ بس ما لسه بدري. بدري إيه بقى؟ فعلا اللي حصل. تصبحوا على خير. طب يا فندم شريف هشوفك في المكتب. حنان يلا. تهيألي اللي حصل ده سبب سوء تفاهم. عموما كل سنة وأنت طيب يا شريف.
يا هانم ممكن اسال حضرتك سؤال؟ طبعا يا روحي اتفضلي. وحضرتك بتقيسي الغنى والفقر للناس ازاي؟ اعتقد انك مش محتاجه انك تجاوبي. يلا نروح. يلا سلام يا شيف. احسن لك. تحبي تعرفي انا جوان هانم انت عملتي فيا ايه؟ انا اقول لك انت عملتي فيا ايه. انت صغرتيني قدام الناس وقدام الدنيا كلها وقدام الناس اللي انا بشتغل معاهم وبحترمهم وبيحترموني ونقول اللي كانوا بيحترموني. انا عمري ما هتصدق اللي عملتيه فيا ده. عمري. استنى بس يا شريك. استنى يا حبيب ماما. يا قلبي انا خايفه عليك. صباح الخير يا جماعه. مع السلامه يا سليمان بيه. انت من اهل فين؟ نورهان هانم هتيجي معانا ولا هتروحي مع جوزك؟ اتكلمت على الله. احسن برضو لان البنزين اللي معايا في العربيه يا دوبك يوصلني البيت. يلا حنان. حاضر. مين اول؟ يلا يا حنان يلا. الحمد لله بسيطة. رصاصة بس لسع دراعك من بره وخرجت. معلش ثانية واحدة. ما تقلقش يا عدوي. كل حاجة هتبقى تمام. خلص الموضوع ده ولا نشوف دكتور شمالي خلصنا الليله دي كلها؟ الموضوع مش مستاهل يا فتحي، ده جرح سطحي. وبعدين اطمن، انا واخد كورس اسعافات من ايام رايح القاهره. الامور دي هايفه بالنسبه لي قوي. اكرم روح نضف العربيه من الدم قبل ما نطمن على عدوي. حاضر. اسند هنا. عايز اكلم مراتي. اكلمها بس اقول لها ان انا هبات بره البيت، مش هينفع ادخل عليها بالمنظر ده. تمام كده عدوي، ارتاح انت بقى شويه وانا هقوم اعمل لك حاجه دافيه عشان تروق دمك. وبعدين يا سيدي بعديها نبقى نكلم الحكومه ونستاذن انك هبات معانا. يا عم بلاش تجيب سيره الحكومه لحسن جسمي بيقشعر، ربنا يكفينا شرهم. معلش معلش يا عدوي. يا اخي انت كمان. Thank you.
في حاجة يا هاشم؟ أنا مستني بس أطمن على حضرتك ولو حضرتك عايز حاجة. لا لا أنا مش عايز حاجة، روح نام أنت. طب وحضرتك مش هتطلع تنام؟ لا أنا مش هيجيلي نوم إلا لما أطمن على نورهان. خلاص أنا كمان هفضل صاحي لحد ما ست نورهان تيجي وسيادتك تطمن عليها وتطلع تنام. يا سلام، خلاص يا سيدي براحتك. بس لو عايز تتخمد روح اتخمد وخلصني بدل ما اشيل همك. مش هتخمد سعادتك، أنا هفضل صاحي لحد ما حضرتك تطلع تنام، بعد إذن سعادتك. والله فيه الخير الواد هاشم ده. طمرت فيه هاشم. بس يا سيدي. تمام. أيوة أكرم الأخبار. كان لسه طالع من المعرض. تمام. عامل إيه دلوقتي عادل؟ تمام الحمد لله. عادل هيبقى النهارده مع تربة، وإحنا نبقى نعدي عليهم بكرة نطمن عليه. يلا. ماشي. ألف سلام عليك حبيبي. السلام أكرم. ليلتك سودة عن ماهر. ألو. أيوة سراج. لا العملية تمت زي الفل. حصل شوية دربكة كده بس عدت. المهم إن العملية تمت زي ما إحنا عايزين. أنتوا كويسين؟ هاي يا فتحي. على العموم أنا هكلم العميل أطمنه إن العملية تمت وأقول له جاهز بقية العمولة بتاعتنا. آه. لا هبقى أكلمك أقول لك تسلم وتستلم فين. سلام يا فتحي. الو يا بران بيه. لا العمليه تمت الحمد لله وطمن شكري بيه. لا لا الشيكات بقت معانا خلاص. المهم جهزوا بقى بقيه الاتفاق بتاعنا وكلمني. في صحتك يا شكري بيه. في صحتك يا برهان بيه. في صحتك. في صحه الايام اللي جايه. طول عمرك برنس يا شكري بيه وبتسعد كل اصحابك. في صحة كل اصحابي، في صحة كل حبايبي، في صحتكم. انا مش مصدق ان الليله دي خلصت وعدت على خير. يا ابني ليه؟ يا ما دقت على راس طوله لسه هتدق. مين اللي فتح الباب كده؟ ميرفت! 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 يا فتحي انت داخل تريح شويه في ايه؟ اوعى! ميرفت! ايه ده؟ مين اللي عمل كده؟ انا مش عارف مين يا اكرم. مش عارف مين يا جوز العلمه. الرقاصه اللي انت اتجوزتها سرقتنا وطفشت. لا يا فتحي. ميرفت مش ممكن تعمل كده. وتعمل اوسخ من كده! أول ما كنتش مستريح للبت دي خالص، وكنت عارف إن أول فرصة هأجلها هتخطر بينا، بس الغلطة مش غلطتك أنت، الغلطة غلطتي أنا، عشان مشيت ورا عيل غبي زيك، ورحت جوزتها له ودخلت رقاصة وسطينا تعرف عننا كل حاجة. اهدى يا فتحي، اهدى، هي هتروح مننا فين يعني؟ حاجتك هترجع لك وحسابي معاها بعدين. هدي نفسك. حاضر يا اكرم. هذا بس يا ترى سراج والناس صحاب الحاجه هيهدوا؟ هو صندوق المجوهرات كان هنا؟ كان هنا. ومراتك الرقاصه
وبعدت وهربت. وفي الآخر احنا اللي نحاسب على الفاتورة. فتحي فتحي فتحي. على فكرة البنت سارة دي بنت مؤدبة قوي، أنا معجبة بيها. ما ردتش على مامة شريف. هي مامة شريف تلاقيها شاكة إن في حاجة بين سارة وشريف. وإيه المشكلة يعني؟ من حقهم يختار البنت اللي هتشاركه طول حياته. لازم انتي تعرفي شريف ومامته. شريف ده ابنها الوحيد، هي متعلقه بيه جدا، فتلاقيها خايفه ان ساره تسرقه وتخطفه منها. انت فاهمه بقى، شريف مش عماره ومش رزمه فلوس، شريف بني ادم دم ولحم، من حقه يختار البني ادم اللي هتقضي معاه كل عمره. لا واضح يا نورهان ان انتي موضوع شريف ومامته وساره ده شغلك جدا، فانا عندي اقتراح كويس. انا ممكن الف ارجع البيت هناك، انزلك تقعدي معاهم وامشي. لا 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 انا اسفه جدا، بس بعد الكلام خدني. البنت فعلا مظلومه. على فكره انا ما صدقت ان انا مشيت عشان انت كنت وحشني قوي. وانت كمان كنت وحشني. انا الايام اللي عدت عليا كلها كان ناقصني حاجات كتير قوي، كان ناقصني كده الدنيا كلها. شوف يا نور، انا راجل عندي مشكله ان انا اعبر عن مشاعري بكلام متزوق، الكلام الرومانسي اللي انا عارف ان كل ست بتحب تسمعه. ما بعرفش، بس انا كل تصرفاتي بتوريكي قد ايه انا بحبك. كفايه ان انا اقول لك الكام يوم اللي عشتهم من غيرك انت وسونا دول، والله ما كنت حاسس بطعم اي حاجه. بجد؟ طبعا. وانا كل يوم كان بيعدي كنت بحس ان الدنيا بتضيع من بين ايديا. مفيش يوم عدى علينا وسوها ما سالتش عليك. وانت كمان وحشتها قوي. الكلب! ايه الكابوس ده؟ انا بقول نطلع على البيت عندي، يمكن راحت على هناك. انت حمار؟ يعني هتسرقني وتروح البيت عندك عشان تستخبى؟ طب احنا رايحين فين دلوقتي يا فتحي؟ رايحين لامها عشان نقررها، لان انا متاكد ان امها موالسه معاها وعارفه هي هربت راحت فين. واول ما نخلص حكايه العلمه اللي انت كنت متجوزها دي ليه قاعده معاك يا اكرم عشان اعدلك. طب والله العظيم ثلاثه لاعدلك. مش قلت لك يا شكر بيه ان سراج هو اللي هيخلص؟ ادفع نص عمري دلوقتي واتفرج على عامر الديب بعد ما يعرف اللي حصل فيه. يا باشا خليه يتادب ويعرف ان سعادتك مش لقمه طريه، ويفهم انه لازم ينفذ اللي سعادتك عايزه. مش بالسهوله اللي انت متصورها يا مختار. عامر الديب ده عنيد ومغرور، بس انا هفضل وراه لغايه لما اوصل للي انا عايزه. مرهان بيه، عايزين ندي لسراج بقيه فلوس وناخد منه الشيكات عشان انا ما اضمنش عامر الديب هيعمل ايه في الفتره اللي جايه. ما تقلقش، اعتبر الشيكات في جيبك خلاص، سراج ده مضمون. صحتك بقى يا اخي. انا عن نفسي مش قادر اشرب خلاص، انا على الاخر. اشرب لك انا. نشرب لك احنا يا باشا. شو صحتكم يا بهوات. بقول لك انا عندي فكره كويسه. ايه رايك نطلع على بيت باباكي ناخد سهى ونروح بيتنا؟ انا بجد مش عارف ادخل بيتنا تاني من غيركم. بجد؟ طبعا. بس سهى دلوقتي زمانها نايم، غير انا في سبع نوم. ايه المشكله؟ مصحي ولا ايه؟ كلامك مش عاجبك ولا ايه؟ كلامك مش عاجبني؟ انت بتقول احلى كلام. يعني موافقه؟ طبعا. يبقى يلا بينا. ايه ده؟ 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 اي
غير استعباط، فين ميرفت؟ ما عندكم يا اخوي، وانا شعرفني. بقول لك ايه؟ ايه يا اخوي؟ من غير لف ودوران، انطقي فين ميرفت بدل ما اخلص عليك. الله، ايه اللي اتخلص عليا ده؟ هي سايبه ولا ايه؟ ده انا لم عليك امة لا اله الا الله. وريني بقى هتصوت ازاي وهتلم عليا امة لا اله الا الله. انطقي يا وليه وقولي فين ميرفت بدل ما اخلص عليك دلوقتي. ايه؟ هو ايه اللي حصل لي ده كله؟ عملت ايه؟ ميرفت سرها معاكي، احسن لك تقولي هي فين. انا والله العظيم ما اعرف ميرفت هي. يا وليه يا انطقي، انت شكلك كده مستبيعه وغاويه موت. انا هخلص عليكي وبعد كده اشوف فين ميرفت بطريقتي. يا انطقي والله ما اعرفش، انا والله العظيم ما اعرف ميرفت فين. اشتري عمرك وايه اللي تعرفيه. هي عدت عليها من كام يوم وقالت لي نسيت. قالت ايه؟ قالت لي انها هتسافر وتهج وتسيب البلد دي كلها. قرفت وزهقت خالص من اكرم، مش طايقه. سافر فين؟ مع مين؟ غني، واحد اسمه ونيم. ونيم؟ جاب لها شغل بره مصر، هتكسبها دهب كده دهب دهب. انا مالي يا اخويا؟ انا عملت ايه؟ اسمعي يا وليه، ميرفت لو كلمتك او اتصلت بيكي قولي لها ان فتحي مش هيسيبها الا في حاله واحده بس. ها؟ انها ترجع وترجع الحاجه اللي معاها، وساعتها تسافر ولا تغور في 60 داهيه. هي حره، بس لو ما رجعتش انا هخليها تتمنى الموت ومش هتعرف تطوله. انت فاهمه؟ يا خربت يا نهار. تعالى يا اكرم. يا لهوي يا لهوي. ونعم يا ميرفت. يا خرب ايدك يا نرجسة. يا لهوي. أنا يا فتحي، أنا يا ميرفت، تعمل فيا ده كده؟ تخوني وتهرب مع الكلب ده؟ ليه تعمل كده؟ ليه تعمل كده؟ قول هنا، كيف تولول دلوقتي زي النسوان يا ابن الكلب؟ انت ناسي انت سبب كل اللي احنا فيه ده. اقتلني يا فتح، خلصني وخلص علينا. حاضر يا اكرم، اتشاهد هتنشف بدل ورملة النسوان دي. دامك والله كانت سارة حلوة قوي، بس الله يجازيها بقى مامة شريف قلبتها في الآخر غم. بس بيني وبينك سارة صعبت عليا جدا. وأنا كمان والله صعبت عليا، بس هي بنت جدع اديتهم لها في الآخر صح. أيوة، وشريف يا عيني زمانه عامل إيه دلوقتي؟ ده زمانه في نص هدومه اللي عملته مامته. ولا في نص هدومه ولا حاجة، هو بكرة لما يجي المكتب حاول تروق الجو أنت وطارق كده بينه وبين سارة. بقول لك إيه، أنا مش عارف أم شريف دي عايزة إيه من سارة. يفرق معاها ايه اذا كان ابو ساره ده لواء ولا حتى صوت؟ طبعا يفرق معاها، دي واضحه زي الشمس يا سياده الضابط. هي ايه دي اللي واضحه زي الشمس؟ مامة شريف كانت عايزه تلزق ساره لشريف، وبما ان بابا ساره طلع صول طبعا ده مش هيناسب العيله الكريمه. انت بتتكلمي جد؟ طبعا بتكلم جد، ده انا فهمتها اللي مش ظابط، انت ما فهمتهاش، وخصوصا كمان ان ساره وشريف كانوا منسجمين جدا مع بعض. يا بنت اللعيبه. على فكره انا قلت الكلام ده لطارق، بس بقول لك ايه، هو شريف ده يطول انه يلاقي واحده زي ساره بس يدعي ان هي توافق عليها. انسى، بعد اللي مامته عملته الليله دي الامور اتعقدت على الاخر. بقول لك ايه، محدش يقدر يمنع حد عن حد بيحبه. عندك حق، واسالني انا، ده انا ياما اتشويت. لا 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 لا، بقول لك ايه، انت بتحكي وتشويت وكده. على فكره انا مامتي غير مامه شريف خالص. وبعدين اخص عليك، ده بتحبك يا حنان. كلنا حماوات يا سياده الضابط، بس بيني وبينك عشان خاطر عيونك شغل حمامي على قلبي زي العسل. ربنا يخليك لي يا حبيبتي، وما يحرمنيش منك ابدا. ولا يحرمني. يلا
يلا يا ستي خشي هدي سهى وانا مستنيكم. لا يلا انا وانت ندخل نجيب سهى. لا من فضلك يا نورهان خشي انتي، انا مش عايزه ادخل. يعني ايه؟ على فكره بقى وجودك هيبقى مفاجاه جميله قوي لسهى. يا نورهان من فضلك انا مش عايزه اقابل باباكي ويسمعني كلمتين على اخر اليوم يسموا بدن. معلش عشان خاطري استحمل، وبعدين بابا دلوقتي زمانه نايم. بلاش انا، معلش بلاش. طارق بابا لازم يعرف ان انت موجود وان انت جاي معايا علشان ناخد سهى ونرجع بيتنا تاني. وبعدين حتى يعني لو قال لك كلمتين يا اخي استحمله عشان خاطري وعشان خاطر سهى. يلا يلا بجد انت وحشني. امر لله، اتفضلي. بابا بابا ايه بشبشتي؟ ايه اللي مقيمك هنا؟ مستنيك يا ستي. مساء الخير يا عامر بيه. اهلا يا سيدي، والله فيك الخير. فيك الخير يعني ان انت جاي توصلها وفاكر ان مراتك قاعده معانا هنا وجاي توصلها بعد اللي عملته فينا. يا بابا ملوش لازمه ابدا الكلام ده. انا وطارق كان في سوء تفاهم بيننا وتصالحنا، وجاي عشان ياخدني انا وسهى عشان ارجع البيت. يا سلام، ترجعوا البيت ببساطه كده، ترجع البيت ببساطه. انت ايه؟ ما عندكيش شخصيه؟ اول ما الاستاذ يشاور لك تجري وراه وتقول امين؟ يا بابا مفيش حاجه، احنا خلاص بقول لحضرتك اتصالحنا، وبعدين طارق جاي ياخدني انا وسهى عشان نرجع البيت. بيت دلوقتي بقى ليكي بيت، ها؟ وبيت انا ايه؟ خلاص بقى مركون على الرف. محدش قال كده يا عامر بيه. اه بس زي ما نورهان بتقول لحضرتك، ايوه كان في بيننا سوء تفاهم وتصالحنا، وحضرتك عارف البيوت اسرار، وانا كمان ما اقدرش استغنى عن نورهان ولا سهى. أسرار طبعا، أسرار. يا سلام، ده بيعجبني جدا يا ابني حكمتك. يا سلام على كلامك. على فكرة العيب مش عليك، العيب على الهانم اللي بتنسى كل اللي انت عملته فينا. اللي انا عملته؟ شايفة؟ شايفة يا نوران؟ الباشا بتاعك مش عايز يعترف حتى بغلطه اللي غلطه فينا، ده عايز يحسسنا ان احنا يعني عايزين نشكره وان هو تكرم وتعطف ان هو جاي ياخدك انت وبنتك. يا بابا ارجوك ليه بتقول كده؟ صدقني طارق ما يقصدش. ايوه ما انا عارف ما يقصدش، ما يقصدش. ما طول ما انت بتدافع عنه كده هيركب ويدلدل رجليه. يا خساره يا خساره يا نورهان، هو ضعفك ده لا يمكن يخليكي بنت عامر الدين، لا يمكن. عموما براحتك، خد بنتك وارجع معاها، روح روح. بس اوعى تشتكي منه تاني. على فكرة مهما عمل فيك انا لا يمكن هتدخل يعمل فيكي ما بداله، يبقى انت تستاهلي اللي يجرالك بعد كده. ام صالحي، هاي ايه؟ بتقول ايه؟ اقتحموا المجموعه سرقوها؟ انت بتقرر تقول ايه؟ انا جهالك. في ايه يا بابا؟ ايه اللي حصل يا عم بيه؟ مجموعه اقتحموها سرقوها. انا لازم اروح دلوقتي. عامل بيه بابا.
قومي اسحب بسرعه. هاشم التليفون عام يا هاشم. بسرعه يا نورهان. شرفنا الليله ايه؟ واقف يعد المخله للعساكر؟ انا اللي عايزه افهم انت ايه اللي جابك في وسطينا؟ جايه ليه تتلزقي في العائلات الكبيره؟ ثم انت يا بنت انت انت تجرؤي انك تتهميني انا بالكذب؟ ايه يا ساره؟ في ايه يا بنت؟ مالك؟ مفيش يا بابا انا كويسه. كويسه ازاي وانت من ساعه ما جيتي وانت دخلت اوضتك وما خرجتيش منها؟ في ايه يا ساره؟ طمنيني، في حد ضايقك في الحفله اللي كنت فيها؟ حصل موقف كده بس ما تقلقش عليا، انا برضو تربيتك وبعرف اخد حقي كويس قوي. طيب ما دام خدت حقك يبقى اللي مزعلك شويه وحروق يا بابا. شوف يا ساره، انا مش عايز اعرف الموقف ايه ما دام انت مش عايزه تقولي لوحدك، لكن كل اللي اقوله لك ان احنا ناس مسالمين وفي حالنا وعمرنا ما اذينا ولا جرحنا اي انسان. كرامتنا هي راس مالنا وعمرنا ما وطينا راسنا لاي حد. عشان كده اي موقف يقابلك تاخدي حقك بالادب وبالاصول وانت رافعه راسك، لان وحياتك انت عندي ما في اي حاجه تكسفنا ولا تخلينا نوطي راسنا قدام اي حد. الله عليك يا بابا يا اصيل، يلي ما فيش منك اتنين. انا والله العظيم فخوره ان انا بنت راجل عظيم زيك. وانا ما عنديش عز منك. على فكره يا ساره، انا عشت طول عمري بشرف عشان اصرف عليك بالحلال، عشان اخليك تحط صباعك في عين اي حد وانت رافعه راسك، لان ما فيش حد له فضل علينا غير ربنا سبحانه وتعالى. ونعم بالله يا بابا. ربنا يفتح عليك يا بنتي. أقوم أنا بقى عشان أطمن أمك لأنها قلقانة من ساعة ما شافتك وأنت في الحالة دي. تصبح على خير. أطمن أهلي. الله يرحمك يا أمي. قد ايه كان نفسي تكوني معايا في اللحظه دي. الله يرحمك.